الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ما زال الحديث عن الكفاية القرائية، ومن مهارات الكفاية أو من مهارات القراءة التمييز بين الحقيقة والرأي. فما هي الحقيقة وما هو الرأي؟ الحقيقة هي عبارة عن معلومة صحيحة، أو على الأقل يعتقد الكاتب أنها صحيحة. أما الرأي فهو موقف أو معلومة أو تفسير معلومة يشير الكاتب ولو بصورة خفية إلى أنه رأي شخصي له، كأن يقول مثلا: أظن، أعتقد، أرى، يمكن أن، ربما. وهذا يفسر، هذه أيضا من العبارات التي تستعمل ويمكن للقارئ أن يستنتج أنها ليست حقيقة وإنما هي رأي. هنا موضوع عن مؤسسة الملك فيصل الخيرية، لماذا أنشئت وما أهدافها، وقد ذكر فيها، سأقرأ جزءا من النص: خصصت مؤسسة الملك فيصل الخيرية جائزة عالمية باسم جائزة الملك فيصل، تمنح مكافأة للعلماء الذين يثرون ببحوثهم الرائدة الفكر الإنساني، ويشاركون في تطوير الحضارة الإنسانية وتقدم البشرية، إلى آخر هذا النص. يمكنكم أن تقرؤوها. لو نظرنا إلى هذا النص سنجد فيه حقائق وسنجد فيه آراء. هذه الحقائق أو الآراء بناء على التعريف السابق، ويمكن أيضا أن تستنتجها حتى ولو لم ترد فيها بعض العبارات المذكورة، خصوصا في الرأي، عندما قال: أظن، أعتقد، أرى. ليس شرطا أن ترد، فربما يكون هناك رأي ولكنه لا يحتوي على مثل هذه الألفاظ، وإنما يمكنك أن تستنتجه من تأملك في النص. والهدف هنا التأمل في النص، وما تستنتجه أنت قد يأتي غيرك ويستنتج شيئا آخر. فمن المعلوم أن القراءة أنواع، ومنها القراءة التي تجد جوابها مباشرة في النص، ومنها ما يحتاج منك إلى تأمل، وقد تتنوع الآراء أو الاكتشافات. فهنالك طبعا في الرأي الحرفي الإجابة دقيقة ولا خلاف فيها، في الفهم الحرفي الإجابة تكون دقيقة ومحددة في النص. أما عندما يكون الفهم تحليلي أو نقدي فذلك يرجع إلى القارئ، يحدد هو كما يرى وعلى حسب ثقافته وعلى حسب معرفته. فمن الحقائق الواردة في هذا النص مثلا، يعني عينة من هذه الحقائق، وقد توجد حقائق أخرى، قوله: خصصت مؤسسة الملك فيصل الخيرية جائزة عالمية باسم جائزة الملك فيصل. هذه حقيقة وقد تم التنفيذ وبدأ بالفعل، ولكن هنالك بعض الآراء الواردة في النص. مثلا رأي الكاتب أنها لم توضع إلا لتتويج جهود علمية متصلة، ولتبرز عملا دؤوبا، ولتؤكد أن العلم خير ما تقدمه الأمم لنفسها وللبشرية كافة. هذا هو رأي الكاتب، وهنالك أيضا آراء أخرى. يمكنك أن تحدد مستوى الدقة العلمية من خلال بعض المؤشرات، فمن تلك المؤشرات خلو النص من التعميمات الواسعة التي لا يمكن أن تكون صحيحة تماما، مثل: جميع الناس، كل الكائنات. هذا تعميم ليس فيه تحديد. الاختيار الألفاظ ذات الدلالة المحددة والمباشرة، هذه تحدد مستوى الدقة. توثيق المعلومات بذكر المصادر، من أين أخذت معلومتك؟ هل هي من مصدر موثوق أم أنها من مصدر غير موثوق؟ على أن تكون المصادر أصلية في الموضوع، أو عفوا أصيلة في الموضوع، يعني من المصادر الموثوقة. مناقشة الأفكار والمعلومات بموضوعية خالية من التحيزات، والتحيز استخدام صفات وعبارات مادحة أو ذامة. إذا بدأ الكاتب يكيل المدح
على ذلك الشيء الذي يكتب عنه فهنالك شيء من التحيز، يعني أنه يميل إليه، أنه يميل إليه، قد يكون ميله صحيحا وقد لا يكون صحيحا، أو ذامة تذم، فإنها أيضا تدل على أن الكاتب يتحيز ضد هذا الشيء الذي يكتب عنه. الموضوع الثاني عن الخطابة، وقد شهد فن الخطابة رواجا وازدهارا في العصر الجاهلي وعصر صدر الإسلام والعصر الأموي، وذلك لأهمية الخطابة وقوة تأثيرها ولتوافر حرية القول، ومن هنا فقد احتلت الخطابة موقعا متقدما بين فنون القول النثرية، فكانت ذات مكانة مهمة ومستوى فني رفيع في العصور المذكورة. فلما جاء العصر العباسي حافظت الخطابة على مكانتها ومستواها الفني الرفيع في بداية العصر، لكنها لم تلبث على ذلك طويلا حتى خفتت. ويرجع هذا الخفوت إلى سببين رئيسيين هما: أن العباسيين لم يطلقوا لها الحرية التي كانت تؤدي إلى قوتها وازدهارها من قبل. اثنين: أن فنونا نثرية أخرى نافستها على مكانتها. وهكذا زحزحت الخطابة في عصر بن العباس عن مكانتها الرفيعة التي كانت تحتلها قبل عصرهم، وأصبح النثر المكتوب على الورق ينافس النثر الشفاهي ويحتل مكانته. هذا نص لكاتبه الدكتور محمود عبد الرحيم. طبعا ليست كل النصوص التي تقال معلوماتها 100%، ولكن قد يكون فيها أشياء، وقد تكون يعني قد تكون صحيحة، قد يكون نسبة الصحة فيها محدود، وقد يكون نسبة الصحة فيها أكثر، وهكذا. ولذلك ينبغي على القارئ أن يكون واعيا لكل ما يقرأ، ويرجع ذلك إلى ثقافته وإلى معرفته السابقة وإلى معلوماته القديمة. فما مؤشرات الدقة العلمية في هذا النص؟ طبعا نأخذها من خلال ما استعرضناه فيما سبق. وهنا أجد أن مناقشة الأفكار بموضوعية مثل ويرجع هذا الخفوت إلى سببين رئيسيين، واحد اثنين، هذا دليل على أن هنالك دقة علمية، لأنها اعتمدت على بحث وتفكير وتأمل نتج عنه هذا الاستنتاج الذي تتضمنه أو يتضمنه هذان العنصران. ثانيا، هل هناك مؤشرات على عدم الدقة؟ نعم، قد يوجد في النص مؤشرات على عدم الدقة، وكما ذكرت أن ليست كل النصوص تأتي 100%، وليس كل من يكتب 100%، وهذا من ضعف الإنسان. الكمال لا يمكن أن يتم عند الإنسان، فهو بشر يعتريه الضعف أحيانا. مؤشرات عدم الدقة منها التعميم الواسع في قوله في بداية العصر، لكنها لم تلبث على ذلك طويلا. عندما يقول في بداية العصر، سنجد أن بداية العصر هذه متى في بداية العصر، ليس هناك دقة في التحديد بالضبط في عام كذا وكذا، في شهر كذا وكذا، هذه دقة. لكن عندما يعمم ليست هناك دقة، مع أن المعلومة ليست خاطئة. وكذلك لم تلبث على ذلك طويلا، يعني كم لبثت؟ 20 سنة، 20، 30، 40، لا ندري. إذن ليست هنالك دقة تحدد هذا، فهو لم يحدد لا البداية ولا الطول. القدرة على اكتشاف التعريض والتلميحات والأهداف غير المصرح بها، وهذه أيضا ترجع إلى مستوى الفهم، إذا كانت تحليليا أو نقديا تستنتج أن هنالك تلميحات وأن هنالك مقاصد خفية قد لا يستنتجها أي إنسان عادي إلا عندما يتأمل ويكون عميق التفكير صاحب مستوى فهم تحليلي أو مستوى فهم إبداعي ونقدي. فعندما يتحدث عن إدارة الوقت يقول هي الطرائق والوسائل التي تعين المرء على استفادة القصوى من وقته في تحقيق أهدافه إلى آخره،
ويقول في المقطع الثاني: في الظروف المثالية يعبر الأفراد عن أفكارهم ومشاعرهم بطريقة منفتحة، ويتقبلون الاختلاف في وجهات النظر، وينقلون ملحوظاتهم ورسائلهم بشكل أو رسائلهم بشكل يؤكد أنهم يفهمون القصد من الرسالة. ما هي التعريض أو التعريضات والتلميحات في هذا النص أو في هذين المقطعين؟ بالنسبة للمقطع الأول نجد فيه قوله: توقف عن الكلام، يقول: وتوقف عن الكلام وحاول إيجاد فترات صمت وتظاهر بأنك تفكر في شيء آخر. هنا توقف عن الكلام تلميح لمن يكثر الكلام دون فعل، وفيها دعوة للبدء بعمل خطة واضحة لاستثمار الوقت. وقد يكون معنى توقف عن الكلام أي اصمت وفكر، يعني قد يكون تلميح وقد يكون تصريحا. أما في المقطع الثاني: في الظروف المثالية يعبر الأفراد عن أفكارهم، فإن التلميح أو التعريض الموجود في هذا المقطع هو: ليست كل الأوقات مناسبة للتعبير عن أفكارك ومشاعرك بطريقة منفتحة، فلكل مقام مقال. يمكنك أيضا أن تستنتج شيئا آخر. في النص التالي قصة: سأل عبد الملك بن مروان جلساءه يوما: أي الشعراء أفضل؟ فقال أحدهم: أفضل الشعراء المقنع الكندي، حيث يقول. لاحظ لماذا اختار المقنع الكندي ولماذا اختار هذه أو هذين البيتين بالذات: إني أحرض أهل البخل كلهم، أو إني أحرض أهل البخل كلهم، لو كان ينفع أهل البخل تحريضي ما قل مالي إلا زادني كرما، حتى يكون برزق الله تعويضي. فقال عبد الملك: أصدق منه قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. فما هو التلميح هنا؟ الواقع أن هنالك تلميحان: تلميح من الشاعر للخليفة، وتلميح من الخليفة للشاعر. فماذا يدل عليه أو ما هو هذا التلميح؟ في الكلام تعريض ببخل عبد الملك، يعني إنك لا تعطينا، نريد منك أن تعطينا مالا كثيرا. لكن الخليفة رد عليه بقوله أو بالإشارة إلى عدم الإسراف وإلى التوسط في الإنفاق، حرصا على المال أو محافظة على المال. فهنا طبعا الفطن يستنتج مثل هذا. الخليفة كان فطن ذكي، فهم ماذا يقصد ذلك المتكلم، ورد عليه بما هو أقوى من الشعر، يعني إن الشعر هذا ليس دائما صحيحا، ولكن هنالك ما هو أقوى من الشعر وهو القرآن الكريم، قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، يعني أنفق ولكن دون إسراف ولا تقتير. إلى هنا ينتهي هذا الدرس. ليصلك كل جديد اشترك معنا واضغط هنا ثم اقبل الاشتراك. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.